مرحبا، أنا أجيت. أهلا وسهلا فيكم في حلقتنا اليوم. حلقتنا اليوم راح تكون بعنوان ملاحظات بالعين المجردة. من حيث صلتها بالفلك، شو يعني؟ ملاحظات بالعين المجردة أو العين المجردة راح تكون عدم استخدام مناظير أو تلسكوبات، بس أنتو وعيونكو موقع مظلم بسما صافية وجميلة مرصعة بنجوم. هاي قاموا بعلم الفلك من آلاف السنين، وإشي حلو إنهم قدروا يعرفوا أشياء كثير عن الكون بس من خلال النظر إله. تخيلوا معاي المكان بعيد عن المدينة والأضوية اللي فيها، وعم نشاهد غروب الشمس. الشمس غربت، بعد شوي بنشوف نجمة، بعد شوي نجمة ثانية، بعدين ثالثة ورابعة. فترة ساعة وهيك إشي بتصير السماء مليانة بنجوم، وبنصير واقفين تحت منظر ما بتصدق. السماء مدهشة مرصعة بنجوم اللي بتقاضي هيك بتلقلق. شو بنلاحظ فورا؟ أولا، في كثير من النجوم الناس مع الرؤية العادية بيقدروا يلاحظوا الآلاف منها بأي وقت من الأوقات. طبعا تكون الشمس غاربة بجيب بالكم إنه بالنهار ما فيش نجوم، بس هي بتعتمد كمان على قديش النجم مشرق، وكمان بتعتمد على قديش هو بصرك قوي. يعني الواحد يكون بصره قوي بيشوف أكثر. والإشي الثاني اللي بنقدر نشوفه هو إنه مش كل النجوم لها نفس السطوع، تختلف درجات السطوع. في إشي بيكون مشرق كثير وساطع، وفي أقل وفي أقل، وبالترتيب لأقل إشي. النجوم اللي بتكون باهتة هي الأكثر وفرة بالسماء، تكون موجودة بكميات كبيرة وأكثر من اللي بتكون مشرقة. هذا الإشي بيكون بسبب مزج اثنين من العوامل. العامل الأول إنه مو كل النجوم لها نفس السطوع الفيزيائي، بعضها نجوم خافتة والبعض الآخر وحوش، ممكن أنها تفجر الضوء بثانية واحدة مثل ما بتفعل الشمس بيوم واحد. العامل الثاني هو إنه مو كل النجوم على مسافة واحدة، في منها القريب وفي منها البعيد، وكل ما كان النجم أبعد كل ما كان لمعانه وإشراقه أقل. والمثير للاهتمام الاثنين إنه ألمع النجوم تكون مشرقة نصف إشراقة لأنها على مقربة من الأرض، وفي نجوم ثانية هي أبعد من هيك بكثير بس بتضيء بشكل ما بتصدق وبتظل مشرقة بالنسبة لنا. هذا الموضوع قيد تشغيل بعلم الفلك وبالعلوم الأخرى. بعض الآثار لها أكثر من سبب، والأمور مو دائما بسيطة مثل ما بتبين. الفلك الإغريقي هيبارخوس إله عموما الفضل لإنشاء كتالوج من النجوم لتحتل المرتبة من قبل السطوع، بحيث كان ألمع النجوم بالمقدار الأول والألمع اللي بعدها مقدار الثاني انخفاضا المقدار السادس. لسه بيستخدموا هذا النظام لليوم. أضعف النجوم على الإطلاق تم رصدها باستخدام تلسكوب هابل، كانت بحوالي مقدار 31. أضعف النجوم ممكن نشوفها بعيوننا بحوالي 10 مليار مرة أكثر إشراق. ألمع النجوم بالليل اسمه سيريوس، النجم الكلب. نجم الكلب هو حوالي 1000 مرة أكثر إشراقة من أضعف النجوم يلي بنشوفها. خلونا نلقي نظرة على بعض من هاي النجوم الساطعة مثل فيجا. لاحظوا شوفوا اللون اللي حواليه أزرق، والمنكب الجوزاء أحمر، السماك الرامح برتقالي، والأصفر كايبلا. هاي النجوم فعليا لها هاي الألوان، بس لازم تكون ساطعة وقوية بما يكفي لدرجة أنه نلاحظها. في نجوم بتكون تلمع بس ما بنقدر نلاحظ هذا لها ألوان، بس بتبين بيضة. شو السبب؟ ليش إحنا ما بنقدر نشوف ألوانها بس بتبين علينا بيضة؟ هذا بيرجع للمستقبلات اللي بالعيون، مستقبلات الضوء اللي بالعيون ما بتكون حساسة لدرجة إنها تلاحظ الأضواء الخافتة، بس ألمع النجوم ممكن إن نلاحظ لها ألوان. إشي ثاني راح تلاحظوه بالسماء هو إن النجوم ما بتنتشر بالتساوي، بينما بتشكل الأنماط والأشكال. هذا بالغالب مصادفة، بس البشر وصلوا مع بعض وعملوا أنماط على شكل حيوانات. لهيك الفلكيين القدماء قدروا يوصلوا لإشي بسموه الأبراج، هي جماعات ومجموعات من النجوم. أوراين هو على الأغلب الكوكب الأكثر شهرة. هما مبين فعليا إنه شخص رافع السلاح، بس تخيلوا معظم الحضارات شافت دلفين صغير، هو بس عبارة عن 5 نجوم، لكن من السهل إنه تشوفوه على أساس إنه دلفين ناط فوق المي. والعقرب مش من الصعب تخيل المفصل السام تاعيته. قدروا يوصلوا ل 88 برج وحدودها مرسومة بعناية بالسماء. وقت نقول إنه في نجم واقع بكوكبة الجوزاء، ها لأنه واقع داخل حدود هاي الكوكب.
تذكروا مش كل مجموعة من نجوم هو كوكبة. خذوا على سبيل المثال الدب الأكبر، هو بس جزء واحد من كوكبة الدب الرئيسية والدب الكبير. وعاء المقحاف هو ورك الدب، والمقبض هو ذيله، بس الدببة ما لها ذيول. إذا علماء الفلك كانوا شاطرين وبارعين بتعرف على الأنماط ورسمها، لكنهم كانوا فظيعين بعلم الحيوان. أكثر ألمع النجوم إلها أسماء مناسبة عادة بالعربية. بالعصور المظلمة وقت كانت أوروبا مو كثير متفتحة ثقافيا وعلميا، كان في العالم الفلكي الفارسي عبد الرحمن الصوفي، الشخص اللي ترجم علم الفلك اليوناني القديم للعربية، وظلت معنا هاي الأسماء من ذاك الوقت. لتسمية النجوم بأي كوكبة بتم إعطائها الحروف اليونانية مشان ترتيب السطوع. في عندنا نجم وهو ألفا أوريانوس، وهو ألمع نجم بأوريان، بعدين بيتا وهكذا. أكيد الحروف راح تنفذ وما راح تكفي لكل هاي النجوم اللي بالسماء، لهيك استخدموا الأرقام. طبيعة الحال الأرقام مش راح تنفذ، في أكثر لا متناهي. طبيعة الحال إنه نشوف كل هاي النجوم الخافتة صعب شوي، وهذا بيقودنا لحلقتنا بالتركيز على التركيز على التلوث. التلوث الضوئي هو أخطر مشكلة لعلماء الفلك، بيشمل كل أنواع الأضوية، أضوية الشوارع وأضوية المدن وكل أنواع الأضوية اللي ممكن تأثر على سماءنا الصافية والجميلة. هاي الأضوية بتأثر على السماء، وبحيث بتخلي الأجسام الأقل توهج من الصعب أن نشوفها، لهيك بيقوموا بناء مراكز الرصد بعيد عن المدينة والتلوث الضوئي. داخل المدن من المستحيل أن نقدر نشوف مجرد درب التبانة، ومستحيل كمان أن نقدر نشوف الخطوط المتوهجة الخافتة اللي بالسماء اللي بتختفي مع أضعف الأضوية. السماء بدون تلوث ضوئي بتبين بهذا الشكل، ومع تلوث ضوئي بتبين بهذا الشكل، والفرق كثير 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 رهيب وواضح. حتى لو ما كانت السماء مظلمة كثير، إذا طلعتوا عليها بعناية راح تشوفوا اثنين من أوضح النجوم ما بيلمعوا. هدول مو لأنهم نجوم، هدول كواكب. اللمعان بيحدث بسبب الهواء اللي بيحيط فينا، بيعمل على تشويه الضوء اللي بيجي من النجوم بيخليها تلمع عدة مرات بالثانية. أما الكواكب بتكون أقرب إلنا وبتبين أكبر، لهيك التشوه ما بيأثر فيهم بشكل كبير. في 5 أجرام مجموعتنا الشمسية بنقدر إنه نشوفهم بعين المجردة، ما عدا الأرض طبعاً. هم عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل. أورانوس هو تقريباً على حافة الرؤية، اللي بصره قوي وبدقق مليح بيقدر يشوفه. الزهرة بالواقع هو ثالث ألمع جرم سماوي بعد الشمس والقمر. المشتري والمريخ بيكونوا أكثر إشراقاً من ألمع النجوم. إذا ظليت تراقب السماء لساعة أو ساعتين راح تلاحظوا إشي ثاني كمان، إنه النجوم تتحرك مثل السماء، هي مجال عملاق تتحرك حوالينا. هاي الكرة السماوية بتدور مرة واحدة باليوم، نجوم جهة الشرق ترتفع فوق الأفق، نجوم جهة الغرب بالاستعداد. بتدور الأرض مرة واحدة باليوم ونحن عالقين فيه، لهيك بنحس إنه السماء هي اللي عم بتدور بعكس الاتجاه. وتذكروا حركة السماء هي مجرد انعكاس لحركة الأرض. النجوم اللي بنقدر نشوفها بيعتمد على مكان وجودنا على الأرض. بالقطب الشمالي بنقدر نشوف بس نجوم شمال خط الاستواء السماوي. بالقطب الجنوبي بنقدر نشوف بس نجوم جنوب خط الاستواء السماوي. اليوم حكينا عن شو بنقدر نشوفه بليلة مظلمة بس بعيوننا، الآلاف من النجوم، بعضها أكثر إشراقا من غيرها ومرتبة بأنماط تسمى أبراج. ونجوم إلها ألوان فعليا حتى لو ما كنا بنقدر نشوفها بعيوننا، وانها بتشرق وبتغرب وبتدور حول الارض، ورؤيه هاي النجوم بيعتمد على مواقعنا على الارض. وهلا خلينا نترككم مع كلمه حلوه وجميله للعالم ستيفن هوكينج بمحاضرته الاخيره. So remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up. Thank you for listening.